السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. اليوم راح أحكي لكم قصة بصراحة كتير كتير معبرة وفيها حكمة. يعني بصراحة هذا بزماناته في واحد كان عم يدور على شغل، وضعه كتير 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 تعبان، فكان عم يدور على شغل، بده يشتغل بأي وسيلة بده يشتغل يعني. فراح شو سوا؟ طلع بالجريدة لقى في شركة طالبين موظفين عمال تنظيف، حمل حاله وراح على هالشركة. فات لعند المدير مسؤول المقابلات، قال له انتو طالبين موظفين وانا عم دور على شغل بدي اشتغل. فعمل معه مقابلة هذا الشخص، قام سأله قال له انت عندك ايميل؟ قال له لا ما عندي ايميل. قال له ما عندك كمبيوتر كمان؟ قال له لا ما عندي كمبيوتر. قال له طب انا كيف دي بعت لك انا هلا عقد العمل؟ دي بعت لك اياه على الايميل، لازم بعت لك اياه على الايميل. قال له انا ما عندي، يعني لا عندي كمبيوتر ولا عندي ايميل، ما لي علاقه بهالشغلات كلها هذا يعني. قام طلع في هيك المدير، قال له معناته اذا انت ما عندك، قال له معناته انت اذا ما عندك كمبيوتر ولا عندك ايميل معناته انت ما لك علاقه بهالدنيا كلها هذا. جرحه للزلمه يعني. عم قال له ما عندي، شو بساوي هلا؟ قال له اذا ما عندك لا كمبيوتر ولا ايميل بعتذر منك، انا ما فيني وصفك عنا، فلازم يكون في عندك كمبيوتر وايميل. حمل حاله وطلع هذا الشاب ومحبط يعني، متضايق انه ليش هيك يعني عمل هذا؟ طب منين انا ما عندي لا عندي كمبيوتر ولا عندي ايميل، شو بدي اعمل؟ المهم عمل حاله وراح، قال لازم لاقي شي شغله لانه انا لازمني مصاري، لازم لاقي يعني يجيني دخل. كان معه بجيبته 10 دولار، راح واشترى بال10 دولار صفدين فراولة، تمام، اللي هو الفريز. راح واشتراهم وراح صار يدق على ابواب العالم بالبيوت ويبيع من هذا الفريز. اول يوم راح باع هذول الصفدين ربح 20 دولار. اخ عجبته الشغلة والله، قال لك والله هي شغلة ممتازة. اليوم الثاني راح ضاعف الكمية ربح 40 دولار. اليوم الثالث نفس الشيء، راح ضاعف الكمية كمان ربح الضعف. عجبته شغلة قال لك خلاص هي شغلة، اشتغل هي لحد ما اشترى سيارة، اشترى سيارة صغيرة وصار يبيع عليها فراولة. ضبطت أموره على 24، صارت أموره تمام تمام. بعد فترة اشترى شاحنة كبيرة، اشترى شاحنة كبيرة وصار بقى يروح يبيع بالجملة هذا الفريز، وقال له الكريم خود، فتحت الأمور كلها بوجهه سبحان الله. هيك لحد ما فتح شركة صغيرة، فتح شركة صغيرة وصار بقى هو يبيع منها الفراولة ويصدر فراولة لكل دول العالم، وصارت أموره بالتمام. بعد 5 سنين عمل حاله راح على شركة تأمين، مشان شو؟ مشان بده يأمن الشركة تبعه وأمواله والقصص هي، الأمان بالله طبعا. فبديه يعمل تأمين للشركة وكذا، فسفات لعند الموظف، قال له الموظف، قال له أنا بدي أعمل تأمين للشركة تبعي. قام سأله الموظف، قال له تمام ما في مشكلة. قال له في عندك إيميل؟ قال له لا ما عندي إيميل. قال له ما عندك كمبيوتر؟ قال له لا ما عندي كمبيوتر. قال له طب أنا كيف بدي بعت لك كيف بدي بعت لك الموضوع تبع العروض والعقود والقصص كلها هاي؟ بدي بعت لك إياها على الإيميل على الكمبيوتر. قام قال له الموظف، قال له معقول انه انت صار عندك شركة كبيرة وعلى مستوى العالم وما عندك يعني انه كمبيوتر ولا عندك ايميل؟ قام قال له هذا الشخص، شو قال له؟ قال له انا هلا لو عندي كمبيوتر وعندي ايميل، قال له انا من زمان كنت لقيتني موظف صغير بشركة صغيرة. انا هذا الحكي صار معي من 5 سنين وطلبوا مني هذا الشيء، لانه ما كان عندي كمبيوتر وما كان عندي ايميل، طلعت واشتغلت والله كرمني وصار عندي هي الشركه الكبيره. فالحكمه من هذا الموضوع وهي القصه اللي عم بحكيها انا، انه احيانا نكون احنا بدنا شغلات ورب العالمين بيحرمنا اياها يعني، يبعدها عنا. ليش؟ لانه بيكون فيها خير، لانه هو رب العالمين بيعرف انه فيها خير. لو ما بيعرف رب العالمين انه فيها خير انه ما بيبعدها عنا. هذا الرجال لو كان عنده من زمان ايميل وكمبيوتر كان بعت هذا العقد واشتغل بهي الشركة وظل موظف صغير عم يشتغل موظف صغير بهي الشركة.
بس لأنه رب العالمين ما كان مهيئ له هذا الشيء اللي طلبوا منه، راح اشتغل وعمل على حاله، والله كرمه صار تاجر كبير وعنده شركة كبيرة. حبيت شارككم هذه القصة وحبيت أحكي لكم إياها، لأنه بصراحة قصة فيها عبرة حلوة كتير كتير. بتشكركم، إذا عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة وعملنا لايك وشاركوا الفيديو. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.